هذا اليوم في مدرسة بالبشير أحمد مع السيدة المديرة لاستلام الشحنة الأولى من كتاب الإنجليزية. هذا الكتاب اللي وصل إلى المؤسسات وفيه توزيع قبل يوم الخميس، تكون كل ولاية بالشرق مغطاة بهذا الكتاب المدرسي الجديد. وبهذه المناسبة نشكر سيد الوالي الذي سخر لنا كل الإمكانيات حتى يصل الكتاب المدرسي إلى المدارس وإلى أبنائنا التلاميذ. كما تلاحظون هذا الكتاب هو كتاب بسيط خفيف جدا، يتكون من الصفحة الأولى وكما هو مسجل عليها My Book of English Good Morning Hello Third Year Primary School، وهو بسيط جدا وفي متناول التلاميذ، وأنا متفائل جدا أنهم في مرحلة قصيرة جدا سيستوعب أبنائنا التلاميذ كل محتوى هذا الكتاب، وهو وظيفي وبسيط جدا، وحتى الإخراج هو في المستوى. إذن احنا متفائلين كأسرة تربوية لولاية بشار بوصول هذا الكتاب ويكون في متناول أبنائنا. نتمنى بمناسبة الدخول المدرسي عام موفق لأبنائنا ولزملائنا في الميدان إن شاء الله.